السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ اليوم الجمعة البيضاء، أغلب المواقع الإلكترونية بتعمل خصومات وبتعمل عروض، خصومات عالية. مثل ما شايفين أنا عندي هاي القطع جايتني من بانجود. رح نفتح اليوم ونشوف شو بعتيلي، ورح أحط لكم روابط الشراء تحت بالوصف، وفينكم أنتم تصفحوا باقي الموقع شو بيعجبكم فيكم تشتروه وتشوفوا شو عاملين خصومات بالموقع. خلينا نبدأ أول شيء بهذا الكيس الصغير. شكلنا روحنا الشنطة. هاي أول جهاز وصل، اللي هو جهاز القياس الأفوميتر. لازم نشيل الاستيكر، نخليها هلا هون. هاي الاسلاك، توصيلات مشان الاستخدام. عندي هون كمان اسلاك مشان الاستخدام، وهذا كان حساس مشان قياس الحرارة. وهي كتالوج فيه دليل الاستخدام. ان شاء الله في فيديو تاني بنعمل عليه شرح مفصل. خلينا نشوف الان، بس مثل ما شايفين روحنا الشنطة ما شاء الله علينا. يلا بسيطة ان شاء الله. خلينا نفتح الشنطة الكبيرة. درل او مسقاب كهربائي يشتغل مع البطارية، والبطارية 18 فولت. انتم شايفين عندي هون الزر عشان نتأكد من حالة البطارية. عندي هون كمان بطارية احتياطية. عندي كمان شاحن مشان نشحن البطاريات، وبعض القطع للاستخدام مثل هاي انفك براغي 10 ملي، وهاي انفك ل 12 ملي. كاتبين هون، هدول بيجوا مع الجهاز. في هدول كمان انفك نجمي، هاي 6 ملي و 8 ملي، وهي للبراغي كمان براغي. هدول مشان فيك فيهم الصواميل، هي 12 ملي، وفي هاي كمان مشان البراغي، وهاد الدرل.
مثل ما حكيت لكم ببداية الفيديو، الروابط بتلاقوها تحت بالوصف. مثل ما شفنا هي الأغراض اللي وصلتنا من موقع بانجود، مثل ما حكيت لكم بتدخلوا للرابط وبتتسوقوا منه. بما انه اليوم الجمعة البيضاء عندهم خصومات كتير بتوصل لحتى 70%، راح اترك لكم الروابط تحت بالوصف. كان معكم علي وطوقاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.